أكيد أولا زيارة مهمة تتزامن مع تحرك الخماسية، هل ما هو لها علاقة منفصلة هي عن الخماسية؟ تحرك قطري بشوفي وين المهم بالموضوع. أولا أنه ما في ولا دولة تعاطت مع آل الحريري كما تعاطى أمير قطر، يعني أن يوفد أمير قطر محمد الخليفي، الدكتور محمد الخليفي وزير دولي بوزارة الخارجية بهيك يعني رفيق المستوى أولا، ثانيا قريب جدا من أمير قطر، ثالثا هو يعني له علاقة مباشرة بالملف اللبناني، رابعا أن تخصص هذه الزيارة فقط من أجل زيارة آل الحريري، فهي دليل على أنه أولا هناك اهتمام قطري كبير بلبنان، ثانيا هناك اهتمام قطري كبير بسنة لبنان، ثالثا ما زالت قطر تتمتع بعلاقة إيجابية مع آل الحريري وهي تقدر هذه العائلة ومعترفة أنه في إلى دور وفي إلى حيثية بالواقع اللبناني. أيضا علينا أن يعني نطلع على الحيوية اللي عم تتحرك فيها قطر، ليس فقط في لبنان في المنطقة، سواء في قطاع غزة، سواء بملفات مع طالبان، سواء بملف المفاوضات مع الإسرائيليين، سواء الدور القطري مع الأمريكان وحجم هذه العلاقة. ما ننسى أنه القطريين عمليا هو من شريك استراتيجي للولايات المتحدة، وهم يعني من أقرب الدول للإدارة الأمريكية، وهني بيعبروا حقيقة عن الموقف الأمريكي. فاليوم زيارة محمد الخليفي إلى آل الحريري وتقديم التعزية لسيدة بهي، ونحن اليوم نعزيها رحمة الله عليه، نعزي طبعا أيضا نادر وأحمد، أنا باعتقادي أنه هي زيارة مهمة جدا وهي مؤشر على حجم الاهتمام القطري. اليوم قطر عم تشتغل لحالها بملف رئاسة، يعني اليوم يقال أنه في خلافات داخل الخماسية، يقال أنه هناك خلاف سعودي أمريكي داخل اللجنة الخماسية، ربما يكون هناك تباين أمريكي سعودي، صحيح ربما يكون. هل هذا سبب لم يزر السفير السعودي دارة سليمان الفرنجية؟ هلا بالنسبة للسفير وليد البخاري أنا بعرفه شخصيا للرجل، هو رجل صادق، يعني لما يقول أنه عنده عارض صحي أنا بصدق أنه عنده عارض صحي. الوزير سليمان الفرنجية بس كتير حللوا الناس، حللوا وقالوا يمكن أجواء الوزير جبران بيصير انبسطوا بهذه الزيارة واعتبروا أنه إنجاز كبير أنه مرة عند سليمان الفرنجية وإجا عنا. شو بيقدم وبيأخر بخصوص ترشيح الوزير سليمان الفرنجي؟ هل يغير هذا الأمر شيئا من 51 نائبا؟ هل يغير شيئا من الواقع سليمان الفرنجي داخل البلد؟ بكل الأحوال الوزير سليمان الفرنجي كان واضح أنه أنا بيتي مفتوح، السفير وليد البخاري هو أخ عزيز، نحن نفتخر ومنعتز بالعلاقة مع المملكة العربية السعودية، بأي وقت بده يجي السفير البخاري هو بالأخير بيجي على بيت. لأختم مع حضرتك باختصار، مهمة اللجنة الخماسية، سفراء اللجنة الخماسية، تعتبر فشلت أم ستنجح أم أنها ستنتقل إلى مستوى آخر من التمثيل في الأيام المقبلة على صعيد وزراء الخارجية كما كان يوشع؟ أنا كنت أفضل أنه أولا يتم توسيع اللجنة الخماسية، لابد أولا من ضم الإمارات والكويت، هدول دول عربية غنية، لبنان يعاني من أزمة اقتصادية كبيرة، حتى لو انتخب رئيس يعني نحن بحاجة إلى حدا يساعد البلد، إذا يعني في دول يمكن ما تكون قادرة، فبالتالي يعني من يريد أن يحمل الحل الرئاسي عليه أن يجد حلا اقتصاديا. فأنا باعتقادي أنه لابد أولا الخماسية تكون أن تتوسع بضم الكويت وضم الإمارات، وكان في فكرة للوزير وليد جنبلاط بضم الإيرانيين أيضا، لأن أيضا ما فينا نحن نتجاهل أنه في الإيرانيين موجودين وحضورهم ونفوذهم ودورهم موجود بالبلد. دور اللجنة الخماسية من المهم أولا هو ليس طرف، المفترض أن الخماسية هي طرف وسيط، الوسيط بده يقعد مع كل الأطراف، بده يتعاطى مع كل الأطراف حتى يقدر ينجز الحل. بكل الأحوال في حال لا سمح الله لم يتم تمرير الحل الرئاسي بشهر 5 وبشهر 6، لابد من التفكير بشكل جدي أولا بالذهاب إلى الانتخابات النيابية المبكرة، إن تعذر تغيير القانون الانتخابي الحالي الأعرج، يلي أنا بمدينتي بطرابلس في أحد النواب طلع بسبعين صوتا، يعني هذا القانون الانتخابي هو مركب على قياس سمير جعجع وجبران بيسيل، وهذا أمر لا يجوز، وبالتالي هذا القانون الانتخابي اللي أنتج هذا المجلس هو الذي يتسبب الآن بأزمتنا بالفراغ الرئاسي. الأمر الآخر إذا تعذر هذا وذاك علينا التفكير بشكل جدي، ليش ما نروح على انتخابات مباشرة لرئيس الجمهورية من